والحديث أكثر معنا من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد. أهلا بك عماد. بداية يعني عزام الأحمد يقول الفلسطينيين تنفسوا السعداء بعد رحيل ترامب، وسلطات الاحتلال في المقابل استقبلت اليوم الأول لتنصيب جو بايدن بطرح عطاءات بناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد أيام قليلة فقط من طرحها بناء مئات الوحدات الأخرى. كيف يبدو مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ومستقبل عملية السلام في ظل كل ما يحدث؟ يعني تحياتي لك يا محمد ولجمهور مشاهدي شاشة المملكة. أمام الشك عند الحديث عن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، نحن كفلسطينيين للأسف الشديد، وأنا أتحدث هنا عن السلطة الفلسطينية، باتت وكأنها تريد استنزاف الوقت يعني استغراق المزيد من طي صفحات الزمن. الواقع لم يتغير لا زمن الديمقراطيين ولا زمن الجمهوريين. ترامب ربما كان اندفاعي أكثر في اتجاه دفاعه عن إسرائيل، كذلك أوباما لم يكن سيء بالنسبة لإسرائيل. باختصار ما يمكن قوله، إسرائيل المستفيد الأول من أي نظام أمريكي موجود في البيت الأبيض. نتنياهو تحديدا كان يتمنى بقاء ترامب لاعتبارات شخصية وليس لتغير سياسات مرتبط والله بالاستيطان أو بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل. بالأرقام محمد، من العام 1995 إلى يومنا هذا معدل البناء في المستوطنات 2000 وحدة استيطانية، بغض النظر عمن هو موجود في البيت الأبيض وبغض النظر عمن يحكم إسرائيل. ثانيا، الدعم الأمني الأكبر الذي تلقته إسرائيل في تاريخها، حاولت زمن بوش لم تستطع، حققته زمن أوباما، 37 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وهو دعم لم يكن نتنياهو حتى يتوقع الحصول عليه. الفلسطينيين للأسف الشديد بسبب العجز، بسبب عدم القدرة، وبسبب دخولهم مساحة التية أو ما يعرف بالمسار السياسي، باتوا يظنون بأنه فقط يكتفون بوجود شخص يدعم عملية السلام، لكن عمليا على الأرض لن يتغير شيء سوى المزيد من الاستيطان، المزيد من استنزاف الوقت دون تحقيق أي تقدم مرتبط بالقضية الفلسطينية. نعم، يعني بالتالي سواء كانت الإدارة الأمريكية ديمقراطية أم جمهورية، إسرائيل هي من يفرض الواقع على الأرض اليوم. بالتالي ما هي الخيارات التي تملكها السلطة الفلسطينية في ظل هذه المعطيات اليوم؟ أنا باعتقادي أثبت الفلسطينيين تغييرات على الأرض عندما توحدوا وعندما واجهوا صلف الاحتلال باستخدام كل وسائل المقاومة الشعبية وغير الشعبية، ووحدوا صوتهم خارجيا أمام السلطة الفلسطينية. الكثير لتقوم به، أولا العمل على وحدة فلسطينية حقيقية، ثانيا صياغة برنامج استراتيجي واضح المعالم يجمع عليه الكل الفلسطيني، ثالثا العمل على الأرض بمقاومة الاحتلال، على الأقل مقاومة شعبية، في ظل أن هناك من يقول بأنه المقاومة المسلحة أضرت بالقضية الفلسطينية، رابعا وهو الأهم يعني عمل علاقات مع كل الداعمين العرب وكذلك الأوروبيين والحلفاء الدوليين من أجل الضغط على الاحتلال. أما إذا بقينا هكذا فأنا أقول بمرارة كفلسطيني، القضية ذهبت وضاعت ولم يتبقى الكثير من أجل أن تبتلع إسرائيل ما تبقى من أراضي في الضفة الغربية. واقعنا مؤلم، بحاجة لتغيير داخلي من أجل أن نستطيع أن نواجه التحديات الخارجية. وقناعتي الشخصية أن ربما بايدن أكثر سوءا وأكثر خطرا على القضية الفلسطينية من سلف ترامب. نعم، يعني وهنا بذكرك ترامب، يعني بعد رحيل الرجل بقراراته وصفقاته وخرائطه، هل تعتقد أن إسرائيل اليوم مجبرة أو هنالك أمل في تنازلها عن أي من ما تراه مكتسبات اختطفتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب؟ يعني وإذا افترضنا أن السؤال بالعكس محمد، هل بايدن من الممكن أن يسحب بعض الإنجازات من إسرائيل؟ باعتقادي لا. إسرائيل مقتنعة تماما أن بايدن البيت الأبيض بكل طاقمه لن يعيد السفارة إلى تل أفيف، لن والله يسحب الاعتراف بالقدس على أنها العاصمة الموحدة الأبدية لإسرائيل، وللأسف الواقع على الأرض يشير إلى ذلك. لم يتبقى الكثير من القدس لنقول بأن يمكن إقامة دولة فلسطينية عاصمة
حاكمتها القدس الشرقية كما تريد السلطة الفلسطينية. كذلك بايدن لن يوقف الدعم المهول والكبير لإسرائيل، لن يوقف الاستيطان في الضفة الغربية. نعم. هذه الأرقام واضحة والتجربة السابقة مع الديمقراطيين تدلل على ذلك. نعم، إذا ما تحدثنا إسرائيليا عماد، يعني وانعكاس ما يحدث اليوم وانتقال السلطة في أمريكا على المشهد السياسي الإسرائيلي، يعني مقبلون لربما في إسرائيل على انتخابات رابعة في خلال سنتين، كيف سيؤثر استلام بايدن للسلطة على الاستقرار السياسي في إسرائيل؟ أنا باعتقادي الأزمة السياسية في إسرائيل مستمرة، ما من شك بأنه هناك من يؤمل نفسه بأنه عهد نتنياهو انتهى. أنا مقتنع بأن نتنياهو مستمر، الانتخابات القادمة ستفرز ربما نتنياهو مع قرابة 40 مقعد، وبالتالي مع الحريديم نتحدث حوالي عن أكثر من 50 مقعد. لكن ما من شك غياب ترامب أثر سلبا على نتنياهو من الكثير من الاتجاهات. الاتجاه الأول، وجود ترامب في البيت الأبيض كان داعم كبير لشخص بنيامين نتنياهو أمام الجمهور اليميني المتطرف. ثانيا، خروج ترامب بهذه الصورة أعطى انطباع لنتنياهو بأنه من الممكن أن يحدث في إسرائيل، رغم يعني اختلاف المعادلة، أن يحدث خروج لنتنياهو. ثالثا، هناك مخاوف حقيقية في إسرائيل، والواقع ربما أكثر تعقيدا من هذه الناحية في ظل وجود سوابق، بأنه في حال أن نتنياهو شعر بالخسارة أو اقترب من الخسارة ربما نشهد فوضى داخلية. لكن بالمجمل العام الأزمة السياسية قائمة، لكن لا يزال نتنياهو الأقرب إلى تحقيق حكومة أو ربما الذهاب إلى انتخابات خامسة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، الخبير في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد كنت معنا عبر سكايب من رام الله.